بعد بسم الله الرحمن الرحيم ابري ما كارير او طونك جوور دونك اوتوماتيكمون جمشي ريكونفيرتي فير لونتيرمون الحمد لله دونك جي في باسي مي ديبلوم فوت لي ديبلوم تاعي كان عندي دي ديبلوم في مجال يعني كرة القدم بريمي دوغري دوزيام دوغري تروازيام دوغري مينيستيريال كيما فوت لي ديبلوم فيديرال كاف سي والكاف بي وما يخفالكش بلي خيرت لونترينمون سبيسيفيك بو لي غارديان بوت دونك فوت نيفو 1 اي 2 لي تدريب حراس المرمى والحمد لله عندي هذا لي ديبلوم والان راني جو موكيب لو بوست دونترينور دي غارديان بوت اللي بعد ما حبست اوتونك لاعب بديت في شبيبه القبائل لمده موسمين من شبيبه القبائل يعني كنت في الفريق الوطني اللي دربت حراس المرمى بعدها لما حبسنا من الفريق الوطني رحت لاهلي برج بعيريج مور اهلي برج بعيريج كنت في النهد واليوم راني في اتحاد العاصمه وان شاء الله نفوتوها ان شاء الله تروح لمده طويله والله الاتصالات يعني كانت مع حسين اشيو اللي نشكره اللي يعني خمم عليا وفكر باش يعيط لي ويبروبوزي لي يعني باش ناخذ البوست هذا تاع اونترينور دي غاردان بوت يعني كانت اتصالات خفيفه واللوندوما جي سيني مون كونترا يعني على بالي بلي اتحاد العاصمه نعرفوا فريق كبير دونك ما فيهاش يعني تخمم كبير ولا دونك جو سي كو سيتان كلوب اللي يلعب على الالقاب دونك سيت ان بون شالونج بور موا ولا غير الحمد لله يعني كانت التحضيرات بديناها في بولوغين وين كانت او ديبي بريز دو كونتاكت مع اللاعبين ودخلنا في التحضيرات يعني البدنيه وما يخفالكش بلي المدرب عنده يعني عنده حاجه تاعو وين قال لك لا بريباراسيون فيزيك دائما يدخل البالون نظن هذه الطريقه اللاعبين يعني فرحوا بها وعجبتهم من ناحيه يعني الجروب سان بون جروب اللي فريمون اندمجنا كامل في طريقه العمل والحمد لله صافي براسك 17 جور وحنا نعملوا اونسومبل واليوم شفنا باللي المجموعه يعني راهي يعني توالف الخدمه تاعنا وانا بيرسونالمون سورتو مع لي غارديان بوت اللي الحمد لله براسك نعرفهم كامل كان لي يعني شرف وين محمد لامين زيماموش اللي كان معايا في المنتخب الوطني بن بوط اللي كنت نتابع فريق شبه القبائل اللي كان يلعب في كاس افريقيا دونك كنت نتابعه في كانوا لي ماتش تيليفيزي بوكو بلوس وقندوز اللي جا من فرنسا واللي عنده امكانيات دونك يا تروا غارديان في اتحاد العاصمه اللي عندهم امكانيات كبيره دونك يا لا كونكورونس وراهم نشتغلوا باش ان شاء الله كونترير لا كونكورونس الف بارتي دو جو ولا كونكيرونس تخلي المستوى تاع كل حارس يطلع والمستوى كي يطلع الفائده تاعو للفريق الاتحاد العاصمه ولا غير الحمد لله يعني مام لما كنا لاعبين وكنا دي جوار في الفرق كان الاحترام يعني متبادل بين بيناتنا سواء كلاعبين والان كمدرب دونك هذاك لو ريسبي اللي يخلي يسهل تتعامل مع لاعبين اللي كنت تلعب معاهم وتولي مدرب تاعهم سي ترافاي فاري اللي بدينا بشويه دونك وحنا كنا نطلعوا في لاشارج تاع الترافاي و دونك حنا رانا براسك رانا في 17 يوم خدمنا براسك 18 سيونس ولا 20 سيونس دو ترافاي سبيسيفيك دونك ومازال ان شاء الله نعملوا هذا الشيء هذا باش الحراس تاعنا يكونوا واجدين الاول مباراة اللي نلعبوها في الشامبيونه طبيعة الحال حنا كنت نتمنى نشوف الانصار وخاصه انصار اتحاد العاصمه في المدرجات لان ما يخفلكمش عن العام اللي فات يعني كان الشامبيونه بلا سون بوبليك دونك اتحاد العاصمه معروفين بالانصار تاعهم اللي يشجعوا جورجي ماتش ما يعني يخرجوا اغاني للفريق تاعهم ويعاونوه حتى لا دانيير ميوت دونك الاتحاد العاصمه معروفين بهذا الشيء نتمنى ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى واللاعبين يكونوا في المستوى وكل فريق يكون في المستوى باش نادوا ان شاء الله موسم جيد وخاصه الانصار
باش يفرحوا بنا ولما لا ان شاء الله اللي نجيبوا بلوس دو ريزولتا ولما لا القاب لهذا الفريق.